السلام عليكم، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب الجميع يكون بخير. هنحكي لولادنا الخليفة العادل خامس الخلفاء الراشدين عمر ابن عبد العزيز. هنحكي في القصة بتاعتنا الحاكم العادل عمر ابن عبد العزيز ابن مروان ابن الحكم ابن أبي العاص ابن أمية، سابع الخلفاء الأمويين وخامس الخلفاء الراشدين، يتصل نسبه بأمير المؤمنين عمر ابن الخطاب رضي الله عنه من أمه أم عاصم ليلى بنت عاصم ابن عمر ابن الخطاب. ولد بمصر بمنطقة حلوان، وكان ابن والي مصر عبد العزيز، تمام. وكان عمر يعيش في أسرة الملك والحكم، حيث النعيم الدنيوي وزينة الدنيا، وكان يتقلب في نعيم يفوق كل وصف، فكان يتطيب بعطور فريدة وله طريقة مميزة في المشي، فكان الشباب يحب تقليده في كل شيء. سافر إلى المدينة المنورة وأخذ العلم وحفظ القرآن الكريم على يد صالح ابن كيسان، فزاد إيمانه وبلغ عقله. لما مات أبوه أخذه عمه أمير المؤمنين عبد الملك ابن مروان وسط أولاده وزوجته، وزوجه بابنته فاطمة، كان رحمة الله أسمر صغير وحسن الوجه، تمام، نحيف الجسم، حسن اللحية، غائر العينين، بجبهته جرح. فكان عمر ابن الخطاب رضي الله عنه قال: من ولدي رجلا بوجهه شجان، يعني جرح، يلي فيملأ الأرض عدلا، تمام. يا لها من بشرى. مات عمه وتولى الوليد الخلافة، فعين عمر بن عبد العزيز والي على المدينة في سنة 86 إلى سنة 93، تمام. واتسعت ولايته فصار واليا على الحجاز كلها، وراح ينشر بين الناس العدل والأمان، وراح يعمر بادئا بالمسجد النبوي وفي كل الحجاز، وحفر الآبار وشق الترع ورد للأموال العامة كرامتها. لما مات ورد للأموال العامة كرامتها، تمام. ماشي. وشي به الحجاج ابن يوسف وشايه الى الوليد، كانت سببا في عزله، يعني الحجاج ابن يوسف وقع بينه وبين الوليد، كانت سبب في عزله. ولما عزل نزل بمكان قريب، ثم اتى الى دمشق على بني عمه، وجد أن الوليد عزم على أن يخلع أخاه سليمان من العهد وأن يعهد إلى ولده، تمام. فأطاعه كثير من الأشراف، فامتنع عمر ابن عبد العزيز وقال لسليمان: في أعناقنا بيعة. وصمم فعرفها له سليمان، تمام. تولى سليمان الخلافة، فاتخذ عمر ابن عبد العزيز مستشارا له، فكان من ذلك عزل الحجاج ابن يوسف. وأقيمت الصلوات في أوقاتها بعدما كانت تغيرت عن وقتها، مع أمور عظيمة كان يسمع من عمر فيها. لما مرض سليمان كتب كتابا وختمه، استخلف فيه عمر وأمر المسلمين بمبايعة أميرا للمسلمين، تمام؟ أميرا للمسلمين. تولى عمر الخلافة، وأول ما فعل رد الأموال إلى أهلها من يد الولاة والأمراء الظالمين، وأمر بعزل الولاة الظلمة، وعم الأمن وهمدت الثورات وشملت السعادة الناس، واختفت مظاهر البذغ الفاحش ومظاهر الفقر الشديد، وصارت هذه البلاد التي تمتد من فرنسا إلى الصين تعيش بالحب والإخلاص والود. شعر عمر بالمرض ودعا أبناءه إليه ليودعهم،
فودعهم وطلب منهم أن يجلسوا ويخرجوا، ولما خرجوا سمعوا يقول مرحبا بهذه الوجوه التي ليست بوجوه إنس ولا جان. ثم قرأ تلك الدار الآخرة نجعلها للذين لا يريدون علوا في الأرض ولا فساد والعاقبة للمتقين. ثم مات. تمام، ده خامس الخلفاء الراشدين عمر بن عبد العزيز. نتقابل إن شاء الله في فيديو جديد وقصة جديدة. مع السلامة.